هذا الجو بده شوربة. سويت شوربة العدس، عن جد ولا أطيب من هيك الشوربة بالشتاء، يعني شو ما كانت المهم شوربة. حطيت معها حبة بطاطا، هيك فرمتها فرم ناعم. هلا اجوا الاولاد من المدرسه كيفوا، لانه برا كله تلج، فبدها هيك شيء سخن يدفي. وهلا بعد ما خلصنا الفطور والولاد راحوا مشان يكتبوا وظايفهم، هون اجت لعنا الانسة. انا وقت بتجي الانسة لعنا يعني ما بقعد معهم بالصالون، بقعد يا بالمطبخ يا بغرفتي هيك مشان ما ازعجهم. يعني قلت ساوي فنجان قهوة، وهي اكلة الحلو يمكن صرعتكم فيها. وقعدت هون بدي منتج الفيديو اللي نزل قبل هاد، هون كنت قاعدة عم منتجه. وهيك يعني، وطبعا لملمت المطبخ ونظفت. وهلا هون على العشاء جوزي عمل لنا سندويشات سجق كتير طيبين، بيطلع معه كتير طيبين. هلا رح يحط معهم جبنه ويكبسهم على الكباسه كتير طيبين. هون عم افرم خلل البندوره. سلم ايدي يا رب، عن جد الأكلة طيبة كتير كتير، وبالأخص بالأخير مع الجبنة، لأنه الجبنة كمان كتير طيبة نوعيتها، يعني مثل جبنة سوريا كتير قريبة عليها. طلعوا سندويشات خرافية، الله يسلم ايدي. شوف شوف تناغم الجبنة مع اللحمة هيك، مستهي كتير منك. هلا شايفين المطبخ شو صاير فيه، الغاز، الدنيا، كل شيء حالته حاله. بس يعني الاكله بتستاهل، يعني اكلنا عن جد تهنينا فيها كتير، طلعوا طيبات، يعني بيستاهلوا هالتعب اللي بعد الاكل.
هلا هون سويت كاسة شاي مع الليمون، وطبعا المطبخ نظفته كلياته بس ما صورت لكم، لانه كل مره بصور لكم تنظيف المطبخ وكذا ما صورت. خلصت كل شيء وقاعدين عم نشرب شاي، وهذا كان كل شيء لليوم، فيديو هيك خفيف نظيف وقصير. انطروني الفيديوهات اللي جاي، الفيديو الجاي باذن الله روتين تنظيف المطبخ، وهيك يعني غيرت الديكور شوي فيه. انطروا الفيديو اللي جاي ان شاء الله بكره او بعد بكره رح نزله. وما تنسوا تضغطوا لايك، واذا لاول مره بتشوفوني تضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وسلام.